يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندي دايما حقيقه ايمان شديد جدا في قدرات اللعيب والموهبه المصريه، ولما بنيجي نتكلم عن الاحتراف بيبقى عندي علامات استفهام كتير جدا. احنا ليه مش بنشوف لعيبتنا بتلعب في اكبر انديه في اوروبا؟ ساعات بنشوف لعيبه مثلا من دول افريقيه ما عندهمش تاريخ كبير وما عندهمش انديه قويه وما عندهمش على المستوى الدولي رصيد مثلا مشاركات كبيره جدا، رغم كده بيلعبوا في اهم الفرق في اوروبا بدون ذكر اسماء لانه في نماذج كتير جدا. لكن بيشغلني دايما اللعيب المصري. عندنا نماذج كانت منوره، عندنا كابتن هاني رمزي طبعا نجم قناه النادي الاهلي، عندنا كابتن احمد حسن، عندنا زيدان، عندنا عمرو زكي، عندنا المو طبعا صلاح دلوقتي. لكن اللي اقصد اقوله انه قدرات اللعيبه المصريه على المستوى الفني والمهاري والبدني ما اعتقدش ابدا انها قليله، عندنا مواهب كتيره جدا تصلح انها تلعب في اكبر انديه اوروبا. المشكله يمكن تكون في النفسي، وده اللي نجح فيه محمد صلاح بشكل كبير. كابتن محمد جوده صاحب ثلاث تجارب احترافيه. برحب بيك مره ثانيه كابتن محمد. انت لعبت مره في سويسرا، ده كان على سبيل الاعاره، لكن لعبت بعد كده في تركيا. مظبوط. وتركيا واحد من الدوريات اللي يعني مش من الدوريات السوبر بس من الدوريات القويه. أكيد. ولعبت كمان في السويد. كلمني بدايه عن تجربه الاحتراف، اضافت ليك ولا حسيت انه الفتره اللي انت قضيتها في النادي الاهلي كانت فتره يعني افضل على مستوى البطولات، على مستوى الممارسه، على مستوى الفني بالنسبه للعيب محمد جود؟ يعني طبعا هاخد من كلام حضرتك ومن المقدمه اللي حضرتك قلتها دي، فعلا في تقصير كبير جدا، سواء يعني ومش بستثني نفسي ابدا يعني من اي كلام هقوله، من اللاعب المصري خصوصا في الاحتراف. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت بالظبط، في ناس طبعا عملت تاريخ كبير زي كابتن هاني رمزي، كابتن محمد صلاح دلوقتي، أيوه. كابتن احمد حسن، نجوم كبيره جدا، كابتن احمد حسام، في مش عايز انسى حد يعني، ولكن في جزئين يعني. ان حضرتك اتكلمت ان ليه بنشوف من دول افريقيه كتير نجوم كبيره جدا بتلمع وبتبقى موجوده في الاحتراف الخارجي بصوره اكبر من اللعيبه المصريه. اولا لسهوله احتراف، يعني في جزء كبير جدا بيقع على الانديه دلوقتي. الانديه المصريه لما بيجي عرض احتراف او حاجه بتطلب فلوس كتير جدا. الانديه الاوروبيه بتكون دي لسه اول خطوه للاعب المصري، فما بتقدرش تدفع المبالغ الكبيره دي، فبتلجا للدول الافريقيه اللي بتكون بالاسعار بتاعتها والتفاوض بتاعتها اسهل شويه من الانديه المصريه. تمام. تاني حاجه طبعا بيقع العبء الكبير على اللاعب المصري. أيوة. اللي بيفاجئ بنواحي بدنيه مختلفه تماما عن اللي بيحصل في مصر. حياه طبعا حياه صعبه جدا، غير خصوصا اللعيبه اللي بيبقوا طالعين من القاهره بيبقى الموضوع صعب جدا هناك، بيبقى شغلك ثم شغلك ثم شغلك، دي اهم واحنا حاجه. واحنا مش متعودين على ده. لا مش متعودين على ده. لا مش هنكذب، مش متعودين على ده. زي ما حضرتك قلت، موضوع نفسي والعقليه يعني. أيوة. يعني العقليه بتاعتنا مع اول يعني ما اول حاجه، لا انا عايز ارجع مصر، مع اول مشكله انا عايز ارجع مصر. وطبيعي جدا انت في دوله تانية ورايح تحقق حلم، طبيعي جدا هتقابل يعني مشاكل كتير، هتقابل معوقات كتير. لا احنا مع اول مشكله او اول حاجه بنقول عايز ارجع مصر. هو انت في اول تجربه احتراف، يعني اول مره تخرج من مصر كلاعب كره راح تلعب في نادي بره، تمام، اللي هي تجربه سويسرا مثلا. تمام. كانت ايه يعني الحاجات اللي انت متوقعها، ايه الانطباعات اللي انت متوقع انك تلاقيها في حياه الاحتراف الجديده في سويسرا، وايه اللي انت لقيته على ارض الواقع؟ انا عايز اقول لحضرتك برضو، مش عشان انا موجود هنا او عشان انا اهلاوي او حاجه، انا مفيش فرق اطلاقا بين النادي الاهلي من الناحيه الاحترافيه والنظام وكل حاجه وبين اي نادي في اوروبا. يعني انا بقولها بمنتهى الامانه، بين اي نادي في اوروبا النادي الاهلي بيطبق الاحتراف. عايز اقول لحضرتك، فانا بالنسبه لي انا يعني ما حسيتش بفرق كبير. طول عمري بتمرن مع مدربين اجانب. حضرتك عارف كان في قرار النادي الاهلي المدرب يبقى اجنبي على طول، يعني كان رجع تاني القرار ده باستثناء كابتن حسام البدري او كابتن محمد يوسف. والاثنين حققوا انجازات. طبعا. لا انا بتكلم ان انا حتى لما طلعت يعني المدرب الاجنبي موجود، الناحيه الاحترافيه موجوده، الجماهيريه موجوده، الامكانيات موجوده برضو في النادي الاهلي. ما حسيتش بفرق كبير جدا. كانت اول تجربه يعني، كان على سبيل الاعاره يمكن نادي اف سي اراو، طلعت كملت معاه الدوري هناك، حققنا مركز كويس. باشمهندس عدلي كوعي موجود يعني، طلبني تاني للشراء، بس النادي الاهلي كان محتاجني الفتره دي. رجعت ولعبت، يمكن احسن من احسن مواسم ليا لما رجعت بعد سويسرا. بعد سويسرا يمكن. أيوة.
مستر جوزيه برضو. فدي طيب. دي بالنسبه يعني مش بقول كده، بقول لحضرتك علشان النادي الاهلي ولا حاجه، فعلا النادي الاهلي من يعني اكنه نادي في اوروبا بالظبط بالظبط يعني من جميع النواحي. فدي دي ما قابلتنيش انا المشكله دي خالص، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك المدرب اصلا، ان انا اصلا طلعت من الناشئين موجود المدرب الاجنبي موجود بفكره بكل حاجه باحترافيته وكل حاجه. هرجع لسؤال حضرتك يعني موضوع اللاعب المصري، وبرضه وانا واحد منهم، مع اول مشكله قابلتني بصراحه في تركيا كان مشكله ماديه يعني، كان كابتن عبد الظاهر السقا هناك وكابتن احمد حسن موجود وهم موجودين دلوقتي. بالمناسبه بقول لكابتن عبد الظاهر السقا ربنا يشفيك يا رب، يا رب طبعا نتمنى له السلامه ان شاء الله، وكل المصابين يعني. في تاخير شويه كان في تاخير شويه في المرتبات. هي تركيا ده نظامها بتقعد 3 4 شهور، انا مع اول مشكله رحت رجعت. طبعا انت حضرتك عارف الموضوع عرض وطلب. اما رجعت اول باب خبطت عليه النادي الاهلي، كان الفتره دي موجود لعيبه كبيره جدا، محمد شوقي وحسن مصطفى وكان مجموعه هايله يعني. انتقلت للنادي الاسماعيلي بعديها، الحمد لله جات لي فرصه الاحتراف تاني في السويد. رجعت بقى لاسباب خاصه كده يعني من السويد، وكملت بقى مع حرس الحدود. يمكن الحمد لله برضو من اللعيبه القليله جدا اللي بتمشي من النادي الاهلي يعني وتحصل على بطوله. يمكن احنا انا حاصل على بره النادي الاهلي على بطولتين كاس مصر وبطوله كاس سوبر مع نادي حرس الحدود. اخدت 3 بطولات مع حرس الحدود. فدي برضو يعني من الحاجات الكويسه يعني يعني منصه التتويج ده يعني في الغالب للنادي الاهلي يعني. أيوه. انت بتخرج من النادي الاهلي وتحصل على بطوله، فدي كانت حاجه كويسه جدا. اخدت 3 بطولات. الحمد لله يعني. كان معايا برضو كابتن اسلام الشاطر كان موجود معايا الفتره دي في حرس الحدود، ولاعيبه كتير جدا طبعا. كان كابتن طارق العشري برضو ربنا يشفيه وربنا يقومه بالسلامه يعني. كان هو المدير الفني يعني. بعيد عن المستطيل الاخضر، مين اقرب الناس كانوا لكابتن محمد جوده من فرقه نادي الاهلي؟